السلام عليكم، يعطيك العافية. نبلش اليوم محاضراتنا بالـ individual disorders. نحكي مقدمة سريعة عن الإيزوفيغس. نذكر الأناتومي تبعه، هو عبارة عن muscular tube connecting الفرينكس مع الستومك. تقريبا اللينك تبعه 25 سنتيمتر، وبنقسمه اناتوميكلي الى 3 بورشن: سيرفايكال، ثوراسيك اند ابدومينال. ايزوفيجس هاي اللاند مارك من وين ببلش وين بنتهي كل بارت منهم. هيستولوجيكلي بنعرف انه تو لايرز اوف، عندنا ستريتد وسموث ماسلز، مايلو سيروزا، والإبيثيليوم تبعه هو عبارة عن non-keratinized squamous epithelium، وبتغير مباشرة على Z-line أو على gastroesophageal junction لcolumnar epithelium of the stomach. هاي السلايد بتفرجيكو الريليشن of the esophagus to the arch of aorta and the تريكيا، ليفت اند رايت، من برونكاي، ديافرام الى اخره. وفيهم ال حكينا عنهم السيرفايكال والثراسيك والابدومينال ايزوفيجاس، قديش كل واحد منهم اللينك تبعه. البلد سبلاي بحسب المنطقه اللي حكينا عنهم، اللي هم 3 بارتس: السيرفايكال ايزوفيجاس مع الفارينكس، بيجي بلد سبلاي من الانفيرو ثيرويد ارتري، الثراسيك 1 بيجي من الانتركوستال ارتريز ومن البرانشز مباشره من الايورتا، والابدومينال بارت البلد سبلاي مشترك مع الاستومك من الليفت جاستريك ارتري اند فين. الليمفاتيك درينج فيري اكستنسيف بالايزوفيجس، فيري اكستنسيف، و لذلك لما يصير عندنا كانسر بالستومك الميتس تو ذا لينف نودز بالعاده بتصير ايرلي، لانه في عندنا اكستنسيف ليمفاتيك درينج او لينف نودز مسؤولات عن الدرينج تبع الستومك. اناتوميكلي في عندنا 3 ناروينجز او كونستريكشنز بالايزوفيجاس، بهمونا اذا نعرف وين اذا حدا صار عنده فورين بودي انجستشن بالغلط، وين ممكن على الاغلب يوقف هذا الفورين بادي، يصير له obstruction او ينتهي. ففي عندنا اشي على بعد 4 ل 15 سنتي من الانسيسور تيث، احنا بنقيس من الانسيسور تيث. هذا اول ناروينج اللي هو الانتقال من سيرفايكال لثوراسيك ايزوفيجس، اللي هو منطقة الابر ايزوفيجيال، عفوا من الفارينكس لسيرفايكال ايزوفيجس. هاي اول منطقة ناروينج اللي فيها الابر ايزوفيجيال سفينكتر، على بعد 24 ل 26 سنتيا من الانسيسور تيث. بيجي عندنا السكند ناروينج اللي هو بيكون caused by the crossing of the aortal arch واللفت مين برونكس، و لتحت عندنا عند الديفرام على بعد 38 ل 40 سنتي من الانسيسور تيث بيجي عندنا الديفراغماتيك هياتس الثيرد كونستريكشن. فيسيولوجي اوف ذا ايزوفيجس معروف انه مسؤول عن ترانسميشن اوف فود، سلايفا الى اخره، بتوين ذا ماوث فارينكس تو ذا ستومك. هذا بيتم عن طريق البرايمري اند سكندري بيريستالسيس. في عندنا برايمري بيريستالسيس بالايزوفيجس بتكون سنترال ميدييتد، يعني ما في لها لوكال ستيميوليشن من الايزوفيجس نفسه، اما عن طريق التشوينج، عن طريق السايت اوف فود، سميل، ثينكينج اوف فود، ممكن يحفز البرايمري بيريستالتيك موفمنتس بالايزوفيجس. secondary peristalsis بتكون سببها وجود
بقايا الاكل يعني بعد ما يصير عندنا برايمري بيرستالسيس بيظل في عندنا جزء من الفود او الفلويد مش نازل، بصير في عندنا ديستنشن باللومن وفي ذا ايزوفيجاس سكندري بيرستالسيس بيرستالتيك موفمنتس عن طريق البرين و it is not swallowing حكي. التيرشري كونتراكشنز سميناهم كونتراكشنز because they are not peristaltic, they are pathological movements or pathological contractions. بنشوفهم فقط في motility disorders of the esophagus. هاي الديزيزز اللي راح نتعرف عليها اليوم ان شاء الله. في عندنا ال one of the most common diseases ممكن تشوفوهم في during your practice is the gastroesophageal reflux disease, GERD. في عندنا gastroesophageal reflux, في عندنا gastroesophageal reflux disease. الreflux يعني أي حدا بصير عنده reflux، ما في حدا ما صار معه خلال يعني فترة حياته ما صار معه reflux، لكن ما سميناه disease لأنه ما بتتبع pattern معين، مش repetitive، مش كثير عامل مشاكل او مش عامل complications للمريض اللي يجيك يشكي من هذا. لما يبلش يعمل مشاكل وياخذ pattern واضح ويعمل complications بنسميه disease. ال definition في كان definitions كثيرة، بهمنا تعرفوا انه افضل definition ممكن يعرف لنا gastroesophageal reflux disease هو الباثوفيزيولوجي، عن طريق نحكي انه في عندنا increased exposure of the lower esophagus to the gastric juice و caused by hypotensive lower esophageal sphincter. The lower esophageal sphincter mechanism is not functioning. The pressure فيها قليل فبيؤدي إلى reflux of the contents of the stomach back to the esophagus. Normally the human being عنده anti-reflux mechanism. أهم واحدة فيهم الـ lower esophageal sphincter. دكتور ليش بتخرب؟ غادري دكتورة، غادري دكتورة. lower esophageal sphincter حادث؟ عامل حادث؟ يلا الحمد لله على السلامة، فوتي. lower esophageal sphincter المهم حكينا اهم شيء فيهم lower esophageal sphincter. بنعرف انه احنا السفنكتر هاي هي عباره عن physiological one, is not a true sphincter, مش muscle condensed هناك بيعملوا contractions والى اخره زي البايلورس. It's a physiological one. الفرق بالبريشر بين الاسفيجاس والابدومين اللي هو الشيست والابدومين بيؤدي الى وجود هاي السفنكتر physiological sphincter. هي منطقة high pressure بدون true muscle sphincter. بهمنا فيها ال overall length لل sphincter، هاي المسافة اللي فيها high pressure، وقديش منها هذا الجزء قديش منه جوا الابدومين. لازم يكون ال overall length أكثر من 2 سنتي، الابدومينال length أكثر من 1 سنتي مشان تكون هاي ال sphincter is effective. الاسفيجيال كليرنس ان زي ما حكينا كل واحد بصير معه ريفلكس، لكن جرافيتي بريستالسيس سلايفا الى اخره كله بيرجع الاشياء باك تو الستومك. الريزيرفور اوف الستومك نعرف انه في خاصيه بالستومك اسمها ريسبتيف ريلاكسيشن، كل ما يدخل فيها كونتنت بتزيد الكاباسيتي تبعتها up to 7 times. فوجود الريزيرفر هذا بيخلي فتره او كافيه للستومك انه او في عندنا كاباسيتي للستومك قبل ما يصير في عندنا ريفلكس. لذلك المرضى اللي بيصير عندهم gastrectomies سواء pathological او اللي بيعملوا عمليات السمنة المورجد اوبيزيتي بيعملوا سليب gastrectomy الى اخره كلهم بيشكوا من ايش؟ بالعادة بصير عندهم reflux لانه فيش reservoir. آه
الجاسترو ايزيجو ريفلكس ديزيز ببلش مشكلته بالاستومك، والاهم خطوه بالبدايه اللي هي الجاستريك ديستنشن. يعني كل ما زاد الديستنشن اوف ذا ستومك كل ما زادت احتماليه تصير عند الانسان ريفلكس. اكيد الانسان اللي بده يعبي معدته بده اوفر ديستنشن بصير عنده ريفلكس، بصير عنده ريفلكس. الانفولدنج اوف ذا او الشورتنينج اوف ذا لور اسفيجيال سفنكتر، عشان نفهم هذه بنشبهها احنا دائما بالبالون ميكانيزم. بالون ميكانيزم كل ما نفخت البالون اكثر كل ما النك تبعت البالون صارت اقصر فاقصر، فلذلك كل ما زاد الديستنشن اوف ذا ستومك كل ما قلت النك اوف ذا بالون صار احتمال اكثر يصير في عندنا ان افكتيف سفنكتر اند ريفلكس. بالبدايه بيكون عندنا ترانزينت ريفلكس بالبدايه، بعد فتره راح يصير في عندنا ريبيتيتيف اكسبوجر للاسيد باللور اسوفيجاس، دامج تو ذا ميكوزا، اسوفاجيتس، ممكن ستريكتشر فورميشن، ممكن ميتابليزيا الى اخره، كل مشاكل الريفلكس. وبيصير عندنا بالعاده بيرمننت ريفلكس اول ذا تايم. البرزنتيشن لهذول المرضى معروف، هارت بيرن، اسيد ريفلكس، بحس انه شيء بيطلع، بيرنينج سنسيشن، ريجيرج اللي هو الباسيف موفمنت اوف ذا كونتنتس اب تو ذا ماوث، بعكس الفوميتنج اللي بيكون في عندنا فالنت كونتراكتيف يعني او اكتيف موفمنت او في كونتراكشن. ديسفيجيا، اذا صار في عندنا ديسفيجيا بالعاده بيكون بنشك انه صار في عندنا اسوفاجيتس، صار في عندنا اسوفاجيتس بسبب الجيرد. اتيبيكال سيمتومز ممكن يجوا فيها المرضى، وممكن تكون هي الاونلي سيمتوم، ممكن يكونوا موجودين مع التيبيكال سيمتوم اللي حكيناهم بالاول، وممكن يجوا لحالهم بهذول السيمتوم الاتيبيكال سيمتومز، فويس تشينج، سور ثروت، دنتال ديكي، فارنجايتس، تونسيلايتس، ريكرنت او ريكرنت سور ثروت، وازما لايك سيمتوم، كرونيك كف. وبالعاده بيكونوا they are seeking medical help، يعني فكروا انه عندهم هايبر سنسيتيفيتي او ازمه، وباخذوا الميديكيشن تبعت الازمه والانهيلرز والاشياء هاي بس ما بتحسنوا. بالعاده لازم تشك في وجود جاسترو اسفيجر ريفلكس عند هذول المرضى. فهذول بيكون عندهم بالعاده يعني سايلنت ريفلكس، ما بيحسوا بالهارت بيرن، بيجيهم بالعاده ديورينج سليب، فما بيحسوا بي الريفلكس during the day. الورك اب للريفلكس بنطبق عليه اللي حكيناه عن في محاضره الجاستريك السرز والبيبتيك السر. اي مريض عنده upper جي اي سيمبتومز اللي هم الهارت بيرن، ديسبيبسيا، الاشياء هاي، اذا كان العمر اقل من 45 سنه وما في الارم فيتشرز يو كان ستارت تريتمنت ايش امبيريكلي او حسب السيمتومز. وجود الارم فيتشرز او العمر اكثر من 45 بحتاج منك تعمل فردر انفستيجيشن لايك اندوسكوبي. اندوسكوبي نتاكد انه ذير از نو اذر ديزيز، اللي باكثر شيء يعني بهمنا بهذول المرضى انه نستبعد وجود اي مالجنسي. وإذا عملنا اندوسكوبي بنشوف الإفكت اوف ذا ريفلكس، بنشوف الإفكت اوف ذا ريفلكس، ممكن نشوف ايزوفاجيتس، ممكن نشوف ستريكتشر فورميشن، بنشوف انه السفنكتر انها از لاكس، ممكن نشوف اذا في عندنا هياتس هيرنيا عامل المشكله، وجود الهياتس هيرنيا مخلي السفنكتر ميكانيزم ان افكتيف. فكل هاي الاشياء ممكن نعرفها عن طريق الاندوسكوبي. مانومتري بهمنا تعرفوا بدون تفاصيل، هي لقياس حركه الاسوفيجس والكونتراكشن والبريستالسيس، بنستعملها كثير في الموتيليتي ديس اوردرز. في بعض الحالات الاتيبيكال presentations للريفلكس ممكن تكون سببها motility underlying
موتيليتي ديس اوردر. يعني الريفلكس هو واحده من السيمتوم اللي جايه عن طريق موتيليتي ديس اوردر. 24 بي اتش مونيتورينج هو اللي اكثر دايجنوستيك تيست معطينا معلومه دقيقه 100% انه ذير از جاس اسفيجال ريفلكس ديزيز. وهو عباره عن انه احنا بنحط بروب باللور اسوفيجاس ولمده 24 ساعه بنقيس البي اتش اوف ذا اسوفيجاس. بنحكي للمريض معه بوتون كل ما صار عنده سيمتوم يكبس على هذا الزر، وبعدين خلال 24 ساعه بيعملوا بيشوفوا النتائج اللي صارت عند المريض، وهل انه لما حس المريض بالسيمتوم وضغط على الزر باللحظه هاي هل كان في دروب بالبي اتش نتيجه الريفلكس من الاستومك. اذا كانوا ماشيين مع بعض فالسيمتوم تبعت المريض اللي بيشكي منها هي بسبب اللو بي اتش، وبتاكد 100% انه ذير از ريفلكس وهو اللي عامل السيمتومز. باري مسولو يعني عباره عن دايناميك ستدي، بتخلي المريض يشرب باريوم وبتعمل له اكس راي وهو يشرب، تشوف كيف السوالوينج ميكانيزم، كيف بينزل الباريوم على الاستومك وما ما بيرجع حتى لو قلبت المريض على جنبه ونيمته الى اخره، ما بيرجع من الاستومك باك تو ذا ايزوفيجس. كيف بعد ما شخصنا نعالج هذول المرضى حكينا بالعاده سيمتوماتيك تريتمنت، السيمتومز هي الهارت بير موست اوف ذا تايم، واذا في ايزوفيجايتس في عندنا ديسفيجيا اي تيبيكال سيمتومز نعطي دراجز تو ريديوس ذا اسيديتي اوف ذا ستومك. قبل هذا الشيء لازم نعمل لايف ستايل موديفيكيشن، حكينا انه هاي مشكله يعني الريفلكس ديزيز از هو مرض بسبب الـ نحكي الشراهة في الأكل أو الأكل الزيادة بالعادة، فبيحتاج لايف ستايل موديفيكيشن، يحتاج لايف ستايل موديفيكيشن. كنترول للهارت بير عن طريق البروتون بامب انهبيتورز أو الاتش 2 بلوكرز، وفي بعض الحالات نلجأ إلى كوركتيف سيرجري للسفنكتر إذا كان في هياتس هيرني أو في المريض مش مستجيب على التريتمنت الميديكال تريتمنت او هيز نوت ويلينج تو كونتينيو اون ميديكيشن، فممكن نلجأ الى سيرجري. اللايف ستايل موديفيكيشن حكينا عنهم، هذول هم بالعاده يخسر وزن، ما ياكلش كثير، يوزع الاكل على وجبات بدون ما يعبي معدته مره واحده، ما ينام بعد الاكل مباشره الى اخر الاشياء هاي اللي ممكن تنصح فيها اي حدا بيعاني من ريفلكس. الموضوع الثاني هو الهياتس هيرنيا، وكثير في علاقة بينه وبين الريفلكس، لكن مش دائما وجود الهيرنيا بسبب ريفلكس ولا الريفلكس دائما سببه وجود هياتس هيرنيا، but sometimes it بيكون they are related to each other. The most common أو في عندنا احنا 4 types of هياتس هيرنيا. فهياتس هيرنيا زي ما نعرف انها هي عباره عن هيرنيشن اوف ذا الستومك مع ممكن اي شيء حتى اذر اورجنز ثرو ذا اسفيجيال هياتس. اسفيجيال هياتس في عندنا الصوره الاولى اللي هي تايب 1 اللي هي A اللي بنسميها سلايدنج هيرنيا اللي هي الموست كومون، بيكون عندنا منطقه الايش الجاسترو اسفيجيال جنكشن والكارديا هي اللي عامل migration up to the chest أو to the mediastinum. فزي هيك احنا خسرنا الفرق البرشر انه هون بالchest negative pressure والsphincter mechanism، وصار في عندنا الاستومك والإزوفيغس نفس البرشر جوا الchest، فالرفلكس راح يصير عندنا بسبب وجود الهيرنيا. تايب 2 اللي الصوره الثانيه بسميها بارا ايزوفيجيال هيرنيا. بارا ايزوفيجيال هيرنيا هي انه الجاسترو ايزوفيجيال جنكشن بتظل موجوده جوا الابدومن بالمكان الصحيح،
لكن الفندس اوف ذا ستومك هو اللي بيطلع للميديستاينال. بالعاده هذول المرضى ما بيجوا بريفلكس سيمبتومز، ما بيجوا بهارت بيرن، بيجوا بالعاده بديسفيجيا، بيجوا اذا كانت لارج الهيرنيا بروز بيجوا الهيرنيا، بيجوا بكومبرسيف سيمبتوم على اللنج، فممكن يعمل شورتنس اوف بريث، يعملوا ريكرنت نيمونياز انفكشنز الى اخره. تايب 3 اللي هو الميكس تايب من واحد واثنين، وتايب 4 انه بيكون في عندنا هيرنيشن اوف ذا ستومك وممكن معها اذر اورجان زي الكولون زي الليفر up to the chest. بالعاده تايب 2 و 3 و 4 they need surgery, surgical correction. تايب 1 اللي هو mostly responds على الميديكال تريتمنت، الا في بعض الحالات اذا كان large size they need surgery. والاشياء اللي حكيناها اذا كان is not responding to the medical treatment. Etiology is not يعني ما في اشي causative factor، لكن في risk factor، كل ما زاد الايج، obesity، trauma to the diaphragm، surgery على المنطقة، skeletal deformity زي scoliosis والkyphosis ممكن تزيد نسبة hiatus hernia، و congenitally منشوفها بالnew bones congenital diaphragmatic hernia. Most of the time type 1 is asymptomatic. بالعاده type 2 3 4 they are symptomatic. بس type 1 هو most common usually diagnosed incidentally او ممكن يجي بالعاده بجيرد سيمبتوم. جيرد سيمبتومز حكينا الباراسفيجيال بيجي بالعاده بديسفيجيا او بوست برانديال فولنس، انيميا، ريسبيراتوري سيمبتومز اللي حكينا عنهم. Diagnosis إذا شكينا بوجود الـ type 2, 3, 4 أو symptomatic type 1 ممكن نلجأ إلى نعمل endoscopy نشخص، لكن إذا كان فقط عاملة GERD-like symptom نفس القاعدة اللي حكيناها، الأمر أقربين بدون alarm features، بشكي من reflux symptoms بنعالجه symptomatically مع lifestyle modification، استجاب على التريتمنت خلاص ما في داعي تعمل اي further investigation. حكينا الميديكال تريتمنت هي نفس الجيرد acid suppression مع modification lifestyle، وسيرجيكال تريتمنت بالعاده type 2 3 4 والsymptomatic not responding to treatment type 1 نعمل surgical correction والمبدأ السيرجري انه احنا نعمل نرجع الستومك back to the abdomen وجزء من الإزوفيغاس لازم يكون جوا الابدومن، واذا كان في عندنا defect بين الكرورة of the diaphragm نسكرها اللي هي مكان الهيرنيا، ونعمل اشي نسميه fundoplication اللي هو انه نعمل رابينج للستومك على اللور ازوفيغاس تو كرييت ا نيو سفينكتر ميكانيزم. في اي سؤال لحد هون على الريفلكس على الهايتس هيرنيز؟ الموضوع الثالث اللي هو motility disorders of these vagus بالعادة هم بيكونوا إما primary أو secondary. primary اللي هو بنحكي عن achalasia، secondary لا other diseases systemic diseases زي scleroderma والconnective tissue disorders DM والالكوهول. dysphagia هي بالعادة presenting symptom لهذول المرضى، أي خلل بالحركة اللي بشعر فيها المريض بالعادة، أي مشكلة بالإزوفيغاس بتكون الـ presenting symptom is dysphagia. المهم بالموضوع هو الأكاليزيا الـ primary motility disorder. الأكاليزيا معناها باللاتيني failure to relax،
نحكي عن السفنكتر احنا انه اللور اسفيجيال سفنكتر بتضلها دائما اندر هاي بريشر ما بتعمل ريلاكسيشن ان ريسبونس تو سوالوينج والبريستالتيك موفمنت اوف ذا ايزوفيجس. فهي بتكون بالعاده الريست بالريستنج ستيت اندر هاي بريشر لما يصير في عندنا ستيميوليشن اللي هو عن طريق السوالوينج والترانزيشن فود والبريستالسيس لازم تعمل ريلاكسيشن هيك النورمال باترن. المشكله انه في عندنا حكينا هي اندر هاي بريشر بالعاده في شيء اسمه انهبيتوري نيورونز بالمينتريك بلكسس اور باك بلكسس اللي بيعملوا انهبيشن لهذا الكونتراكشن او هذا عفوا هذا الهاي بريشر وبيعملوا ريلاكسيشن. لص لهذول النيورونز او النيرفز بيؤدي الى يظل المريض اندر او المنطقه اندر هاي بريشر اول ذا تايم. بعد فتره راح يصير في حتى الانيرفيشن في الايزوفيجاس بعد يعني مثلا عندنا كرونيك اكاليزيا بصير عندنا ديستنشن اوف ذا ايزوفيجاس بيبقى حتى النيرفز اللي موجود الكونتراكشنز بالايزوفيجاس بتروح فبصير ما في بصير عندنا ان افكتيف بيريستالتيك موفمنتس. الديسفيجيا اللي بنشوفها بالعاده اتس ا بروجريسيف ديسفيجيا فور بوث سوليدز اند ليكويدز و بالعاده الديسفيجيا تو ديو تو اناتوميكال ليجنز يعني اذا في عندنا شيء مسكر زي تيومر او ستريكتشر بالعاده الفود ببلش ايش قبل الليكويدز مش هيك يعني منطقيا انه solid food يتحس بالديسفيجيا قبل ما تحس بالووتر والفلويدز لانه بتظل تمر الفلويدز لحتى يسكر near totally. بينما الديسفيجيا due to achalasia بالعادة ببلشوا بالليكويدز لانهم وزنهم بالعادة اقل من الصوليدز الوزن تبعهم ممكن overcome the high pressure zone and يمشي على الاستومك بعكس الفلويد اللي يحتاج كميات كبيرة من الفلويد تصيلها وزن وتتغلب على الهاي بريشر زون. راح يصير عند المرضى ريجيرجيتيشن لما تتجمع الاشياء في الاسوفيجاس وما تنزل على الاستومك راح يصير في ريجيرجيتيشن تطلع لبرا. هاي بريزنتنج سيمتوم بالعادة بعد الديسفيجيا. تشيست بين اذا صار بالايرلي ديزيز بيكون بعد في contractions بالإزوفيجاس وفي pressure عامل زي blockage زي ما بصير بالانتستينال obstruction contraction against resistance بصير في عندنا إيش chest pain substernal chest pain حتى ممكن إيش to be mistaken as MI. حكينا heart pain إنه حكينا من بعض حالات الreflux بيكون في underlying motility disorder because of the fermentation of the content. وحكينا لازم هذول المرضى نستبعد شغلتين نستبعد أول شيء وجود cardiac disease ما يكونش عندنا chest pain هذا اللي بيشكي منه المريض due to cardiac cause و rule out obstructing lesion اللي هو بنحكي عن tumors of the esophagus and the cardio of the stomach. هذول اهم شغلتين استبعدهم بحاله البرزنتيشن هاي. بالعاده احنا بنعمل شغلتين بنعمل الايزوفيجيوغرام او الباريوم سوالو وبنعمل المانومتري. الباريوم سوالو بالعاده بيبين هذا باللونج تيرم اكاليزيا بيكون في عندنا شيء بنسميه بيرد بيك او رات تيل ابييرنس. المنطقه اللي اسفل الصوره هاي المنطقة الضيقة النارو هي الهاي زون تبعت اللور اسفيجيال سفنكتر والشيء الدايليتد هذا هو الاسوفيجس اللي بصير بالكرونيك اكاليزيا بصير في عندنا ايبيريستالسيس وفلاسيد باراليسيس اند دايليتيشن اوف ذا اسوفيجس. هيك بكون شكل الباريوم سوالو. المانومتري هي الجولد ستاندرد او هي الشيء اللي بيشخص لنا الموضوع.
بتفرجينا تخطيط الحركه تبعت الايزوفيجاس، انه ما عندنا بريستالسيس بالايزوفيجاس وال اللور ايزوفيجال سفنكتر اندر هاي بريشر وما بتستجيب للسولوينج انها تعمل ريلاكسيشن. تريتمنت بالعاده الفيرست لاين از سيرجيكال اور اندوسكوبيك دايليتيشن، اما نبلش باندوسكوبيك دايليتيشن لللور ايزوفيجال سفنكتر باي بالون دايليتيشن، او بنعمل سيرجيكال كوركشن بنعمل مايوتومي، يعني من قص المصل اللي على لور ازفيجر سفنكتر مشان ترخي المنطقة، لكن هذا الشيء ممكن يؤدي إلى ريفلكس as a complication of surgery. فبنعمل بنفس الوقت العملية اللي حكينا عنها للريفلكس اللي هي الفاندوبلايكيشن. في بعض المرضى اللي they are not fit to undergo surgery، كبار بالعمر إلى آخره، عندهم cardiac problems ما بيقدروش يتخدروا إلى آخره، بنعمل إيش؟ ممكن نعطيهم medications تعمل transient relief، أو نعمل injection لbotulinum toxin بالمنطقة يعمل relaxation. طيب الجزء الثاني من المحاضره نحكي عن الـ عن الـ عن الاسفيجال ايمرجنسز. بنحكي اول شيء عن الكوستيك انجري او الكوروسيف انجري. بالعاده احنا بنشوف انه انجيشن اوف اسيديك اور الكالاين ماتيريالز اما بالتشيلدرن او بالادلتس. بالتشيلدرن بالعاده بتكون اكسيدنتالي وسمول اماونتس، وبالادلت بتكون بالعاده انتشنال و large amounts suicidal attempts. يعني في عندنا حكينا acidic و alkaline. الacidic materials بيعملوا burning بالmouth، لذلك بيكون بالعادة ما بياخذ المريض ما بيقدر يكمل ياخذ كمية كبيرة، بعكس الالكالين لما لهم effect على الماوث بالعادة بيكون الكميات اكثر اللي ingested والدمج اكثر. شغلة ثانية الأسيديك ماتيريال بيعملوا كواجلاتيف نيكروسيس، والألكالين ماتيريال بيعملوا ليكويفاكتيف نيكروسيس. فالكواجلاتيف نيكروسيس بعد فترة بيسوي إيش؟ منطقة اللي بنسميها الكواجلام اللي زي فايبروتيك ماتيريال مكان الإنجري، فبيمنع الفرذر بنتريشن أوف دي كوروسيف سبستانس ديبر in the layers. الالكالين بيعملوا liquefactive، ف they continue to dig deep in the layers of the esophagus، فلذلك risk of perforation بالالكالين material is higher. بعد مسير الانجري بيمر الاسوفيجس بثلاث مراحل three phases: acute necrotic change بعد الاول اربعة ايام تقريبا، بيكون بالعادة الكوز عفوا السيمتوم البريزنتينج سيمتوم از ديسفيجيا. بعديها ببلش الالسريشن اند جرانيليشن فيز وتختفي الديسفيجيا، لكن بيكون الاسوفيجس باضعف مراحل الوول تبعه بيكون في اضعف مراحله، فممكن يصير في عندنا ديليت بيرفوريشن بهاي المرحله. والمرحله الثالثه اللي هي بصير عندنا scarring اللي هو healing by fibrosis و chronic inflammation، وبترجع الديسفيجيا بالعادة بالثيرد ويك after the بالعادة بالثيرد ويك بتبلش وبترجع الديسفيجيا مرة أخرى، وبالعادة بتكون إيش؟ permanent dysphagia لأنها صار في عندنا fibrosis و structure بالإزوفيجس. حكينا بحسب التايب اذا كان اسيديك بيعمل لك بيرنينج ماوث ماوث بيرنز عفوا، وحسب الكونسنتريشن كل ما كان اعلى اكيد راح يكون الانجري اسرع واكبر، والديوريشن اوف كونتاكت ماوث بين اذا كانت اسيديك ماتيريال سبستيرنال بين هايبر سالايفيشن ديسفيجيا اند اودينوفيجيا. لذلك بالصغار بالعمر اذا في ولد صغير وعنده هايبر سالايفيشن نشك باما فورين بادي اسبيريشن او
او انه ماخذ شارب ماده كروسيف. اذا صار اسبيريشن لهي المواد على اللانجز اكيد راح يصير في عندنا لارينجوسبازم وبلمونري ايديما، حتى ممكن توصل ل اي ار دي اس. التريتمنت لازم نتبع الاي بي سي اهم شيء، لان ذيس از ان ايمرجنسي، فبدنا نشوف الاير واي ار ذي سكيور اور نوت، بريذنج اند سيركيليشن، نفس الشيء زي اي ايمرجنسي سيتنج. اي بي سي نعطيش احنا نيوترلايزنج ايجنتس، ما بنعطي يعني اذا ما اخذ اسيدك تعطي الكالاين والعكس ما بصير، لانه بنتج عن هذا تفاعل وانتاج سي او 2 من هذا وديستنشن اوف ذا لومن اند بوسيبل بيرفوريشن. ممنوع تعطي المريض شيء يخليه يعمل فوميتنج مشان تقول له يطلع، لانه بيرجع بتعرض المنطقه مره اخرى للماده فبيزيد الانجري. و اكيد هذول المرضى بيصير عندهم هايبوفوليميا ديو تو ثيرد سبيس لوس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس وثيرد سبيس لوس، فبدهم اي في فلويد، بدهم انتي بايوتكس بعد ما نعمل اي بي سي. بالعاده بيحتاجوا شيء بنسميه فيدنج جينوستومي. هذول المرضى بنتوقع انهم لفتره ما يقدروا ياكلوا او ما بنخليهم اصلا ياكلوا لفتره مشان تأثير هيلينج بالإزوفيغس، ما يصير فيه بيرفوريشن، فنحط لهم زي تيوب بالجوجنوم نعطيهم فيدينج عن طريقه. ليتر اون إذا صار في عندنا ستريكتشر ديسفيجيا ديو تو ذا ستريكتشر، بدنا نعمل داليتيشن للمنطقة عشان نقلل من الديسفيجيا. إذا صار أكيد بيرفوريشن في المراحل الأولى من الانجري، this is another setting، بيكون في عندنا emergency surgery و resection للمنطقة أو closure إلى آخره. هذول المرضى اللي بيعيشوا منهم راح يصير عندهم risk of esophageal carcinoma بعد فترة من الزمن، وبالعادة the type of the cancer اللي بيصير هو squamous cell carcinoma. البرفوريشن اوف ذا اسوفيجس ممكن يكون له اسباب كثيره، من اهمها او اكثر شيء بنشوفه اللي هو الياتروجينيك. ياتروجينيك بسبب الاندوسكوبي، واصعب منطقه للاندوسكوبيست هو يعمل اندوسكوبي هو انه يدخل من الفارينكس على الاسوفيجس، يعني اللي هي تو اوفركم ذا فارينجو اسوفيجال سفنكتر او الابر اسوفيجال سفنكتر. في هاي المنطقة بصير فيها manipulation أكثر إشي وperforation risk أعلى في على منطقة في هاي المنطقة اللي هو cervical part of the esophagus. في شيء بنسميه spontaneous perforation of the esophagus اللي هي Porhoff syndrome، هذول بصير عند المرضى الالكوهوليك and they have an resisted vomiting أو incoordinated vomiting فبصير عندهم vomiting against closed glutes فبصير distinction في الاسوفيجس and rupture. foreign bodies trauma الى اخره. الياتروجينيك تايب بالعاده بيكون small injury تمام، لانه once انه الاندوسكوبست بيعرف انه عمل perforation they stop. بعكس spontaneous perforation بيكون rupture و large perforation in the esophagus. بالعادة بالياتروجينيك بيرفوريشن التشخيص سهل، بيكون مريض عامل بروسيجر، عامل اندوسكوبي، بعديها صار عنده سيرفايكل بين وانفيزيما بالنك، صار في هواء بالسبكوتينوسلي، فبالعادة الدياجنوسيس از سيرتين. كيف بدنا نتاكد منه 100%؟ بنعمل another endoscopy another careful endoscopy، بس ندخل بالاندوسكوبي مره ثانيه شوي شوي قبل ما ندخل لمنطقه البرفوريشن، قبل البرفوريشن بشوي بنشوف البرفوريشن ونرجع نطلع. ممكن نعمل اكس راي، نعمل سي تي سكان، بنشوف السيرجيكال انفيزيما
واذا عملنا سي تي واعطينا اورال كونتراست بنشوف اذا ممكن الليكج اوف ذا كونتراست اوتسايد ذا ايزوفيجس. بمرضى البورهيف سيندروم سبونتينوس بدك يكون عندك هاي اندكس اوف سسبشن. بالعاده بيكونوا ميل بيشنت الكوهوليك، they are drowsy من الالكوهول، vomiting, history of vomiting and pain soon after vomiting. صار عنده vomiting بعدين صار عنده acute pain in the upper abdomen and the chest. Upper abdomen and the chest. Surgical emphysema also بالعادة بتكون more prominent بال spontaneous type. ممكن نشوف فيها حكينا الاكس راي بالاضافه للانفيزيما نشوف اذا في عندنا نيموثوركس بحالات السبونتينوس ثراسيك بيرفوريشن يعني ثراسيك ازوفيجس بيرفوريشن بلورال افيوجن ليكج اوف ذا كونتنت على البلورا. اند اذا حكينا عملنا ازفيجوغرام او كاستوغرافين سولو اعطينا كونتراست ممكن نشوف الليكج اوف ذا ماتيريال. Treatment أكيد ABC high index suspicion early diagnosis ABC protocol early administration of antibiotics. إذا كان في عندنا pleural effusion بال chest لازم نعمل chest tube drainage و NG tube دي يكون under careful يعني ما بنحطه هيك blindly لازم نحطه في حالات معينة بعد السيرجري by the endoscopist carefully to the stomach عشان نقدر نعطي feeding. في إذا ما قدرنا نعمل feeding jejunostomy اللي حكينا عنها قبل شوي بحالات corrosive injury. وإذا احتاجنا السيرفايكل بالعادة السيرفايكل perforation اللي هو الياتروجينيك بالعادة ما بيحتاج surgical intervention they heal by themselves. و spontaneous type thoracic perforation Borhef syndrome بالعادة بيحتاجوا surgical correction. آخر موضوع بالإزوفيغس سريعا نحكي عنه البناء تمالجنا disorders البناين they are uncommon tumors بالإزوفيغس الموست كومون منهم اللي هو الليوميوما بالعادة بيجي باليونج ايج الميلز أكثر من الفيميلز بيجي باللور تو ثيرز لأنه الأوريجين تبعه من اسمه الليوميوما من السموث مصل كل ما اتجهنا الإزوفيجس لتحت بزيد نسبة السموث مصل فنتوقع أن يكون هناك أكثر التيومرز هذولا. وجود التيومر بالطالع من المصل بعمل بتفش اللومن هو ما في إشي جوا اللومن لو عملت إندوسكوبي ما بتشوف في إشي بتشوف بس فقط في تضيق جاي من برا هو المصل دافشة الميكوزا فبعمل بين أندسفيجيا. وكلاسيكلي إذا عملت باريوم سولو بتشوف المنطقة الإزوفيغس ماشي وعند التيومر عامل سموث ناروينج سموث بعكس المالجننت ناروينج بيكون بالعادة شارب بيكون شارب بسميه شولدرينج زي الكتاف زي اللي له كتف بينما البناين تيومرز بيجوا شكل راوند ناروينج. نعمل حكينا لأنه الديسفيجيا is always an alarming feature فدائما إذا أي حد عنده ديسفيجيا لازم شو لازم نعمل له endoscopy to rule out cancer ما بنعمل بايبسي لأنه حكينا it's not a lesion in the mucosa and submucosa ما بنصلها و التريتمنت تبعتهم إنه نعملهم inoculation نشيلهم نفتح الإزوفيجس ومنشيل التيومر. الأهم من البناين تيومرز اللي هم more common than the benign one اللي هم الكانسرز الإزوفيجيال كارسينوما. الإزوفيجيال كارسينوما حكينا فيه two types squamous cell كارسينوما وأدينو كارسينوما. زمان كان السكويموس كانسر أكثر من الأدينوكارسينوما حاليا إيش مع زيادة الريفلكس ديزيز عند الناس بسبب اللايف ستايل الأدينوكارسينوما صارت أكثر من السكويموس سيل كارسينوما.
سكويما سيل كارسينوما لها تندنسي تكون بالابر تو ثيرد، بينما الادينو كارسينوما يوجوالي اولموست اولويز موجوده وين؟ باللور ثيرد اوف ذيز فيغس. لانه شو السبب تبعها؟ حكينا بالعاده ريفلكس بارت ايزوفيغس ميتابليزيا ديسبليزيا اند كانسر، فاكثر منطقه معرضه للريفلكس اللي هي اللور، اللور ايزوفيغس. سكويمس سيل كارسينوما ريسك فاكتورز بيختلفوا عن الريسك فاكتور للادينو اللي حكينا اللي هو الريفلكس اند جيرد وبارت. السكويمس كانسر منهم حكينا قبل شويه الكوروزيف، منهم الايش سموكينج الكحول والبيكلد فود والنيتروز كومباوندز الاكل دخن انه زي محضره الدكتور. البريزنتنج فيتشر اكيد ديسفيجيا هذول المره، واتس ان الارم فيتشر، ف اندوسكوبي از ان ايرجنت انفستيجيشن تو بي دون. ممكن يجي المريض ب ادفانس ستيج سيمتومز اوف انفيجن، عامل تريجر فيستولا الكانسر فايت على التريكيا، وعامل كف تشوكينج سترايدر هورسنس اوف فويس due to recurrent laryngeal nerve injury or involvement, diaphragmatic paralysis الى اخره. Once we suspect the cancer, we confirm the diagnosis by endoscopy and biopsy. Once لما نشوف الليجن لازم ناخذ منها بايوبسي، بتيجي البايوبسي as كارسينوما. بعد هيك بنعمل حكينا زي اي كانسر بنعمل ستيجينج لهذا الكانسر باي سي تي سكان، اند التريتمنت اكوردنج تو ذا ستيج اند ذا فيتنس اوف ذا بيشنت. اذا الكانسر از ايرلي مش ميتاستاتيك مش عامل انفيجن للتريكي والاشياء هاي، ممكن نعمل له ايزوفيجيكتومي. المرضى اللي بيوند سيرجري او ما بتحملوا سيرجري باليتيف تريتمنت، باليتيف تريتمنت ممكن تكون على شكل كيموثيرابي او راديوثيرابي، او الاهم منهم اللي هو نحط للمريض ستنت بالاسوفيجس، لانه المريض بيشكي اكثر شيء بيشكي من ديسفيجيا بسبب الاوبستراكشن، فبنخليه يقدر ياكل ويشرب، فبنحط له ستنت في المنطقه ثرو ذا تيومر، يوسع المنطقه اللي يقدر المريض ياكل ويشرب. سكويمس سيل كارسينوما ممكن اذا كان سكويمس سيل كارسينوما في السيرفايكال بارت فيغس تمام، ممكن ما يحتاج سيرجري، فقط نعمل له كيمو راديو ثيرابي. كارسينوما بشكل عام ناخذ قاعده الادينو كارسينوما بتحتاج كيمو ثيرابي اند سيرجري، كيمو ثيرابي اند سيرجري اول ذا تايم، وحكينا الباليتيف تريتمنت ستينس اند كيمو ثيرابي. ناخذ بريك صغير بدون ما